اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو احب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فدى عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشتركوا وفعل زر الاشعارات عشان يجيلك اشعار بكل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو. بعد الغازات السامة دي عايزين طلقات. ايوه لوت اول مع ايه بقى؟ ايه ده في سلاح تاني، جبت سلاح اسمه ام مش عارف بيه ايه. طيب ممكن اخلي السلاح التاني السكندري، ممكن اخلي سلاح من ده تاني ولا هو لازم يبقى ايه ده ممكن اشيل اتنين بريمري؟ ايه ده ممكن اشيل سلاحين كده؟ حلو قوي. طب هل الحمد لله بدأت افهم حاجة يا جماعة، الحمد لله والله الواحد بدأ يفهم. هل ممكن اشيل الام بي؟ هل الام بي سلاح حلو؟ والله جميل، لا جميل يعني طلقاته كده لذيذة وسريعة كده. ماشي خلاص نشيل سلاح اساسي وسلاح ايه سكندري، ولو انه انا ممكن اشيل سلاحين اساسيين لان انا فتحت الاوبشن ده فعادي يعني، بس هو كده حلو يعني. فعلالي كده حبيبي، شكرا. ما ماتش لسه اصلا، ساعدهم ساعدهم، عاش قوي شكرا. تعال بطل، شوفوا الاك يا جماعه وجمال الاك، سريع جدا طلقاته جميله، بحب اقول السلاح ده يا جماعه. هو اخرهم خلاص، ما خلاص ما عادش في حد تاني خلاص. ايه ده في سلاح اسمه اس ار اس اس ده، انا اول مره ما كنت بلعبها يا جماعه كاني ما كنتش فاهم حاجه خالص بصراحه، كنت بضيع حاجات بالهبل. ايه ده انا مش عارف يعني الاس ار اس اس، بصوا كميه اسلحه بالهبل، واقعد اقول ما فيش اسلحه وما فيش. لا بس ده سنجل، لا ما بحبش الاسلحه السنجل، انا بكره الاسلحه السنجل. طب هو انا ممكن احط بدل المسدس لا ما فيش بديل للمسدس، هو لازم مش انا قعدت الام بي تاني لان الام بي حلو جدا، انا مبسوط من الام بي بصراحه، طلعته سريعه كده ولذيذه. ايه ده في ناس جايين من هناك اهم. يوجد تردد بالجوار. تردد مين؟ ايه ده بقى ايه الايكو ده؟ استنى بقى الايكو ده هيفرق في ايه بقى؟ ما عايزين نفهم بقى اللعبه بقى شويه. شكرا على الفيلم يا ماني. اي وقت يا عمي؟ أستأتي للعشاء؟ ليس الليله، ساقابل بعض الحرس. يعني ده هيفيدنا بايه؟ انا مش فاهم الايكو ده لازمته ايه. ساعود للعمل، شكرا على الفيلم يا ماني. اي وقت يا عمي؟ ستأتي للعشاء؟ ليس الليلة، سأقابل بعض الحرس الوطني قلقون من استدعائهم للمساعدة في الحجر الصحي في نيويورك. إن الأمر جاد. إنها الأنفلونزا، أتذكر أنفلونزا الخنازير؟ خاف الجميع من أنفلونزا الخنازير. خلال شهرين لن يتذكر أحد ماذا كانت أنفلونزا الدولار، مثل خطأ الألفية. إن الأمر جاد. أنت تجعل المرء يشعر بكبر سنه. مش فاهم هم بيقولوا إيه. يا عم فكك منهم. أنت في اتجاه مستوطنة المسرح، المرأة التي تديرها أوليسا سوير لا تفعل شيئا ضدها. يا باشا احنا ما بيفرقش معانا حد يا باشا، ايه ده بقى الديستنس افات دي ولا ايه دي؟ انا مش فاهم، ده ايه؟ دي تحية زي بابجي كده، نقعد نرقص وحاجات كده يعني. ده انا في حتة آمنة، نزلت السلاح بتاعي. يا جماعة عايز لايكات على اللعبة دي يا جماعة، لأن اللعبة جرافيكها عالي فبيبقى يعني الرندرة بتاعتها بتاخد وقت كتير، ورفع الفيديو بقى مساحته كبيرة بياخد وقت كتير. فيا جماعة بجد يعني الفيديوهات دي بتاخد مجهود كبير منا يا جماعة. ماشي انا هخش هنا. يا ترى دول عندهم ايه بقى؟ اقدر اعمل ايه هنا؟ اقدر اعمل ايه هنا؟ ايه ده في ايه ده بقى ديت؟ مش عارف ده ايه. فيلد افشنسي كاش اري شوت اوبن ذيس باك. ماشي ايه ده جالي حاجه، في حاجات جت لي. هنا الظاهر
ايه ده دبلوي ايه بقى هنا؟ ايه ده ممكن اتزحلق عن طريق دي؟ اوه جميل والله الموضوع ده، اوه لذيذ جدا لذيذ جدا. ماشي بس انا المفروض اصلا اروح فوق يعني المفروض. إذا كنت تبحث عن كيلسو فقد غادرت. طب هي ما استنتنيش ليه؟ كان يجب أن أذهب معه، لكنني سأبطئه. لديك مشاكل لتتولى أمرها. لقد أخذ الضباع ابنتي الصغيرة ليصلوا لي. سأمتن لمساعدتك. بصوا يا جماعه توضيح عشان بس ايه اوضح لكم حاجه. بالنسبه لجرافيك اللعبه، الجرافيك رهيب جدا في الشخصيات، في العربيات والبيئه المحيطه والشجر والزرع والحاجات دي كلها، لكن النار والانفجارات حاسس ان هي كان ممكن تبقى احسن من كده، يعني مش بالقوه اللي هي، يعني في العاب كتير واقدم منها تحس الانفجارات فيها واقعيه واحسن منها بكتير. فاللعبة الجرافيك بتاعها ممتاز بس في بعض الحاجات مش يعني مش اللي هو يعني فاهمني. فأتمنى من يوبي سوفت إن هي المرة الجاية تحسن الإيه الجرافيك، يبقى في كله بقى، يبقى الجرافيك بشكل مطلق في اللعبة حلو. في عندي ميشن هنا، الميشن ديت هتفتح لي الليفل جديد تقريبا. أنا داخل الفندق، لا أثر لإلينور. إيه ده؟ آه ده المكافأة، يعني المكافأة ان هيجي لي سكيل انلوك. خلاص طب ماشي هنروح له. ماشي ماشي هنروح له، حاضر. طالما المهمة دي هتفتح لي ليفل يبقى نعملها عشان ايه نفتح ليفل. ايه ده في مسدس جديد تقريبا ممكن يكون اقوى، ناخده المسدس الجديد دوت. ايه الميل بوكس ده؟ ده لبس جديد تقريبا وحاجات، انا مش عايز، لا مش عايز، بس انا خدت المسدس الجديد عايز اجربه. مش هينفع. طيب فين الراجل اللي مشى ده ياخدني معاه؟ الدخان ده انا قلقان منه. واو واو ايوه اول فندق اهو. طب هنجهز السلاح التاني بقى. ايه الانفجار ده؟ ايه الانفجار ده يا لهوي؟ ايه ده مين دول؟ استنى استنى، لا لا استخبى فين استخبى، عايز ارش الكلاب دول. وانا لو انت وهو حيوان، انت اللي العين. انا مش هخاف منك، انا جاي لك اهو بالدرع بتاعي. يلا تعال. اعثر على الفناء، حاضر. طب مفيش طلقات بره ولا حاجه؟ حد معاه طلقات او كده عشان ايه؟ ماشي حلو جدا. ايوه اللي هو ده الفناء. اه الزر ده المدخل اللي هخش منه. جهز سلاح الاك بقى الجميل بتاعنا. والله يا جماعه انا عارف ان هو اسمه ايه كي، بس بحب ادلعه. اوه استنى بقى هنا، بوم بوم، يلا بوم، انفجري انفجري. ايوه كده لعنة عليكم انتوا. عايز عايز تعال يا حبيبي انت كمان. يخرب بيت صوته. تعالوا لي، اللي عايز يجي يجي. من هذا؟ عظيم بين الضباع ولكنه بغيض، يجب ان نقتل هذا الوغد. حاضر. ايه ده لوت؟ يبقى في هنا اسلحه كتير. في اسلحه ايه ده؟ ايه ده اب هولستر؟ انا ما اعرفش الهولستر ده والله لازمته ايه. ايه ده ايه ده هنا ايه اللمبه دي؟ ايه ده حلوه. طيب
ده حد جاي لي ولا كان في علامة كده؟ طيب هننزل بقى هنا نخش نشوف الضباع الكلاب دول. يلا يلا اجري اجري هات الضباع الكلاب دول. هما ضباع يبقوا كلاب ازاي؟ ما علينا احنا مالنا احنا. ايوه الحتة دي بقى لا همر غصب عنكم الا لن يمر احد. دي وده في واحد كان هنا باين وده خلي بالك بقى انا دخلت سحبت من غير ما ياخدوا بالهم بس شكلها تبقى مجزرة الحتة دي. انا تعالوا هاتوا الاتنين دول مع بعض. عاش اضرب على البتاعة دي تنفجر. عاش الراجل ولع. بص ولع شكله مش عارف يوصل للمدفع. تعالالي وده رمى دخان مش شايف. حلو جبت واحد عمياني. اصل لطيف السلاح فعلا انا بحب الاك جدا. تعالى لا انت وهو لا. ايوه كده. يلا مين تاني؟ يلا مين عايز يموت تاني؟ ايوه في واحد بيضرب نار من هنا مسك السلاح القوي. هاتوا هات شوت ده. الله ينور ايه ده القنبله وقعت جنبه. طب انا معيش انابل مش المفروض ان انا معايا انابل؟ ارمي. اوه بعيدة بعيدة. حلو حلو جدا. ايه ده الدخان ده ايه ده؟ مش شايف. ايه ده مين جاي لي؟ الدخان ده انا مش شايف منه. عاش عاش قوي عاش قوي. ماشي ماشي انا طالعه فورا. في صوت حد صوت حد حد طلع ورايا ولا ايه؟ انا سمعت صوت حد. ماشي اجري اجري بسرعه اجري بسرعه. هنا استخبى شويه. حلو عاش اجري تاني. السلاح ده جميل فاكره او ملعبت بيه اول مره. حلو جدا السلاح ده. بدأ اهو. لا في طلقات اهو. انا عايز طلقات. انا محتاج طلقات. حلو ماشي يلا بقى نخش نقتحم الجنب دوت. بس اللعبة ممتعة جدا جميلة. اعتقد يعني في بعض الحاجات برضو لسه مش فاهمها قوي بس اكيد بالتدريج بقى. ايه ايوه ايوه هنا هنا. اوه اوه لا يمكنني. ايه يا ابني انت هو؟ تعالى يا ابني انت هو يا ابني. ايوه كده ايوه كده. تعالى انت كمان في واحد. لا هات له قنبله ده بقى. حلو ايوه على تخش له جوه. مش عارف الانابل ما ظبطتهاش انا ما جبتهاش عنده مظبوطه للاسف يعني. ايه ده في هنا لوت يبقى في اسلحه جديده. ايه ده بيج ده اب بيرباك شنطه اكيد عشان احط حاجات اكتر. ماشي حلو يبقى ممكن اكون احط مثلا طلقات اكتر زي بابجي كده. حلو جدا اطلع فوق بقى بسرعه. اوبا ناس كتير هنا ناس كتير هنا. عايش جبت واحد. ايه ده لا 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 ايه ده؟ ايه ده في حد بيضرب نار؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ في قنبلة اتضربت جتش فيا. لا دي قنبلة غاز بكره النبل الغاز دي. النبل الدخان ده بتخليني مش شايف. حلو جبته ده.
واحد نزل لي من السلم تقريبا. لا واحد اهو حلو جدا. غيره في واحد فوق حلو جدا. غيره هات ده فجر دي جنبهم. اوه لا الانفجار ده كان حلو لذيذ. ايه ده ايه ده شوفه جاي لي من الجنب. ايه ده يا جماعه ايه ده؟ لا يخرب بيتك ايه ده يا جدعان. اتنقل بسرعه ما تفضلش ثابت. ما تفضلش ثابت لان الثبات ممكن كلهم يجوا عليك. اوبا انا اتدمشت جامد. القنابل مش بتوصل بعيد. حلو جبت ده. يلا غيره. في واحد بعيد قوي مش عارف اوصل له. في واحد اهو اهو جبته 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 جبته. غيره حلو جدا. انا جبت كده تقريبا المنطقه دي بالكامل. خش لهم بقى. ماشي حلو. طلقات اهي وفي طلقات بره اهي كمان. اطلع يا عم. في ايه يا عم؟ هتظبط نفسك. اطلع. في لوت في لوت بيجد اب هولستر. ماشي ماشي. مفيش حد معاه طلقات تاني لان انا ضربت طلقات كتير قوي. ماشي خلاص انا خدت الطلقات خلاص. ممكن نفتح بقى الباب دوت. نخش هنا. عثرت على مخزون من الذخيره سافجره. طب ليه؟ طب تفجر الذخيره ليه؟ ما احنا عايزينها. ايه ده يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. في ايه في ايه في ايه في ايه في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ استخبى فادي هنا. استخبى هنا. عاش. جبته 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 جبته. غيره غيره غيره. ممتعه جدا اللعبه. فيها اكشن عالي. في اكشن عالي جدا في اللعبه. تعالى كده انت هنا. حلو قوي. سلاح الاكل متوحش. عاش. اجري اجري اجري. استخبى هنا. ايوه هات ده. ايه ده؟ في فوق في فوق. ايه ده؟ انت على ما يرام هناك يا كلسو. طالما لا استنشق رائحه الصخر سبب الانفجار ضررا كبيرا. صخر ايه بتاع ايه؟ حلو قوي. هات ده. عاش. ايوه كده. انتقل انتقل الى منطقه اخرى. يلا هنا ثواني بس نأمن الطريق. ماشي ممكن نفتح بقى الأسانسير. حلو جدا. حلو جدا. طيب انا فين بقى هنا؟ المفروض اروح كده 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 كده. واو واو انفجارات. الدنيا ولعه خالص. ايه ده ده ايه ده؟ بيدوروا علينا ولا بيدوروا على ناس تانيين ناجيين من عندهم؟ مش هتلاقوا ناجيين لان انا الوقت هخش عليكم ادمركم كلكم. مش هتلاقوا ناجيين. ولا ولا ده. خش يا فادي بسرعه. خش خش هنا. استنى ما تطلعش الوقت لان في قلق. يا ساتر يا رب. في قلق جامد. اطلع اطلع بسرعه. استخبى ورا دي. حلو حلو جدا. هات ده وهات وهات. مين تاني مين تاني؟ انا من طول ايدي. ايه ده؟ في واحد اختفى. انا سافل يا كلب يا كلب. حلو قوي.
هتلاقيك تاني. كان في واحد بيجري عليا واختفى، نفسي اعرف راح فين ده. اجري كده، استخبى هنا. انت فين بقى بس يا قذر؟ انت اللي قذر. تعالى حيوان حلو، مات خلاص عشان حرم يقول كده تاني. في اوهو اوهو حلوة دي، لما اكون بعمر ومزنوق اقوم مطلع الدرع عشان ايه ما يضربوش عليا، الطلقات ما تجيش عليا البال معمر او كده. هي عيبها بس ان بيكون بكون ماسك مسدس، بس مش مشكلة بينقذ مؤقتا يعني. في لوت هنا حلو باين. ايه ده السلاح ده حلو جدا، انا عايزه. ماشي ايه ده، ايه ده انا خدته مكان ال تقريبا. لا لا انا عايز السلاح الرئيسي يبقى الاك حلو، والسلاح السكندري يبقى اللي هو اللي هو ده. عايز اجرب ده الكونفرتد اس ام جي، شكله بصراحه سلاح جميل يعني. المسدسات ايه ده، المسدس اللي انا شايله ده ليفل 2 فاقوى طبعا. بدات افهم شويه حاجات يا جماعه. اهوت هنا في ايه ده بقى، دي الشنطه. طب ما نشيل الشنطه ليفل 2 يعني، شوف انا جبتها وما كنتش شايلها. تمام، الواحد بدا يفهم يا جماعه الحمد لله. الهولستر ده تقريبا اللي انا بشيل فيه الاسلحه ولا لازمته ايه ده، انا مش فاهم. طيب انا هاخد التالت ده وخلاص، ما اعرفش لازمته ايه بصراحه، ما اعرفش ده بيحمي ولا لا. لازمته ايه ده، ايه بقى دي ليفل 2 حاجه كده بتحمي يعني. ده حاجه درع في الهدوم اللي انا لابسها، درع تقريبا. خلاص مش مشكله، المهم ان انا قويت نفسي دلوقتي وجاهز ان انا ايه ده. انا المره دي لما بلعب اللعبه لتاني مره بس المره دي بدبلجه بقى، حاسس ان كان فايتني حاجات كتير جدا يا جماعه بصراحه. ساحميك يا كالسو. رايتيه؟ لا اعلم كيف يبدو، لكن احمي كالسو. لن حلو قوي. هات ده، هات الحيوان ده. الانبوبه دي ما بتنفجرش ليه دي؟ انا عارف. المهم حد معاه طلقات من اللي انا قتلتهم دول؟ لا محدش. طيب يلا انطلق هنا. ايوه دول، هات دول. تعالى كده بطل انت وهو. مزيد بيشرفوا، اهلا وسهلا. ايه يعني المزيد قادم، احنا بنخاف يعني؟ ايه ده فرقش معانا احنا. ايه المزيد قادمون ايه؟ ماشي انا اهو ماشي. المفروض راح فين يعني؟ ماشي. إليمينيت سنتس ايه هيدن هنش من الهنش الهنش من. طب انت مستعدة؟ تعالي معايا يلا ساعديني عشان نقتل الهنش من. دول اعداء. في ايه في ايه ده، انا مكشوف قوي كده ليه؟ ايه اللي مخليني مكشوف كده؟ دول اعداء ولا تبعنا؟ تبع البت دي تبعي. ايه ده، في ايه اللي بيحصل ده؟ هو في ايه، انا مش اخد بالي في ايه. تعالى يا بنتا، تعالى حبيبي، وانت كمان يلا. مين جاي تاني؟ عاش قوي. ايه ده، في حد فوق. اتحرك احسن. حلو جدا، واحد رمى قنبله. قنبله حلو قوي، عاش.
نستهدف مين؟ حلو جدا كده، في واحدة اهو، واحدة. اوه ايه الراجل ده، يخرب بيته الراجل ده، في راجل قوي جالنا. يا لهوي ده صعب ده قوي. قنبلة يا ابني، خلصوا. اوه الراجل ده قوي جدا، عامل له ايه ده؟ يا لهوي ايه ده، حلو جبته. عاش جبت الراجل ده. يا لهوي ده مصيبه ده. في ناس لسه فوق على فكره، في درون بتساعدنا. ايه ده، ايه ده، غير فين دي؟ طبعا البت ديت انا محتاج طلقات. تعالى كده، انا بتطلع فوق امتى؟ مفكر نفسك فين؟ عاش يا كلب. غيره، حلو. ده معاه ايه بقى يا ترى؟ اكيد في لوت حلو بقى اكيد يعني. ايه ده، سلاح ام كي 16، انا نفسي اجربه، عايز اجربه هنا مكان رقم 2. لا طب عايز اشوف رقم 2 ده الاول عامل ازاي. حلو قوي، بس لا نشوف السلاح الجديد احسن، اللي هو السلاح اللي اسمه ام كي 16. ايه ده عامل زي الاسكار، شبه الاسكار، شبه الاسكار اللي في ببجي موبايل. او ايه ده، فعلا شبه الاسكار. ماشي حلو، مفيش حاجة، ما تقلقوش. مالكوا كده، في ايه؟ ماشي استنوا انا جاي لكم. هو في ايه هنا؟ انت بتنقذ حد؟ ماشي. ريتيرتو انتو اترو اتريوم، ماشي. فين الاتريوم ده بقى؟ ماشي. انتبهوا، كثير من الاعداء يدنسون للمبنى من الشارع. اعتني بهؤلاء، ساعتني بإلينور. ايه ده، الستوك كده بيملي الطلقات كلها تقريبا. طب والله حاجه كويسه جدا. ده اسانسير، ماشي. انا عايز اخلص المهمه دي، المهمه دي هتديني ليفل، ليفل يهلا، اطور الليفل بتاعي تبقى العمليه 100 100. ايه ده، الناس هتيجي من هنا ولا ايه؟ بيقول لي كسر الباب. كسرته. ايه ده، الناس دي كلها. لا اسحب بسرعه. ايوه كده، هات السلاح اللي عامل زي الاسكار، سميه سكار وخلاص. جميل، شكله جميل، اما نجربه كده في ناس. ايه ده، مين ده؟ ايوه كده، عاش. قنبله، في واحد جاي اهو، هاته. مش شايفك يا ابني، اطلع يا ابني، طب براسك. قنبله، طب خدوا قنبله بقى، طالما انتوا عايزين قنبله خدوا اهي. واحده كمان اهي. مش عارف القنابل، مش عارف اظبطها. في واحده ده معاه قنابل، اضربه بسرعه. حلو السلاح ده قوي على فكرة. ايه ده، مش كومبليتد، خلصت. ايه ده معاه مسدس. طب ما نشوف المسدس ده قوي
بنشوف كده المسدس ده يمكن اقوى من اللي معايا. في مسدس جديد انا جبته اللي هو ده ليفل 2 برضو، بس شكله الدمج بتاعه، لا ده الدمج بتاع اللي فوق اعلى. ايه ده؟ لا يبقى خليني في اللي فوق، لان كده ايه ده ليفل 3؟ ايه ليفل 3 دي؟ لا ده انا بقيت ليفل 3. حلو، وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني اني اطور المحتوى بتاعي عشان القناة بتاعتي تكبر اسرع واسرع. وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجاية لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.